قبل ما نبدا اي حاجه بس خلينا كريم ننوه لان طبعا كلنا صحينا على خبر محزن جدا، واعتقد ما فيش حد في مصر يعني ما شعرش بوجود يعني شيء من زي ما بيتقال كده، فقدنا حد كان معانا سنين طويله جدا وكان ليه دور كبيره جدا في حياتنا وكمان في التاريخ في مصر، وفات طبعا سياده المشير طنطاوي وزير الدفاع الاسبق وواحد من قاده حرب اكتوبر اكيد المجيده، توفي النهارده الفجر تحديدا. زي ما اقول لحضراتكم اكيد خبر احزننا جميعا، رجل كان ليه يعني دور كبير جدا وقدم العديد العديد من الخدمات لهذه الدوله، فربنا يرحمه. لكن زي ما احنا عارفين يا كريم للاسف هي دي الدنيا، لكن يعني الشخص بيرحل وبتبقى زي ما احنا متعودين برضو نتكلم يعني للاسف الشديد بيرحل ولكن بيبقى التاريخ. اكيد النهارده ان شاء الله ستقام للمشير طنطاوي جنازه عسكريه في مسجد المشير طنطاوي، طبعا بنتقدم بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. احنا بنتكلم على رجل مصري عسكري قدم كتير جدا 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 لهذه البلد، ويمكن بصفه خاصه كمان في مرحله معينه، وحضراتكم اكيد معاصرين لهذه المرحله وعارفين كويس قوي الدور اللي لعبه سياده المشير طنطاوي رحمه الله عليه في يعني انقاذ البلاد بالمعنى الحرفي للكلمه. على فكره مفيش مبالغه خالص في الكلمه دي. ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا، وزي ما بنقول لحضراتكم اكيد النهارده هتتابعوا يعني الجنازه العسكريه الخاصه بيه.